احمد رفعت ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله في اول يوم رمضان. الحمد لله الامور بقت افضل دلوقتي، مش افضل كتير ولكن احسن ولو بسنه بسيطه. لكن شفنا حاله من وجهه نظرك يا كابتن، مين اللي متسبب في موضوع احمد رفعت من وجهه نظرك؟ اولا احمد رفعت ده ابني طبعا، معاه في منتخب 93، من اللعيبه الكبيره جدا من صغره، كبير دي حقيقه. ومن صغره عنده شخصيه تعتمد عليه، عنده شخصيه من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ الشباب حقيقي. خد بالك واللعيب عنده يعني، خلي بالك الولد ده متواصل معايا على طول يا اسلام، دايما والله متواصل معايا بطريقه حنان جدا، وانسان وجدع واصيل. خد بالك يا كابتن يعني، فانا متواصل معاه طبعا. ما سمعت الخبر، ربنا سبحانه يشفيه ويعافيه يا رب، وان شاء الله تعدي على خير باذن الله تعالى. لكن احنا لازم يبقى في تامين، ولازم في دكاتره، ولازم في اسعاف، ولازم في شغل كتير جدا لشخصيه اللاعب عبد الرحمن. النهارده يا اسلام الامور بقت احسن، كرة القدم بقت صناعة النهاردة حقيقي، بالك والدخل بيبقى كبير جدا للعيبة والإدارة والأندية والحاجات دي كلها. لكن لازم النهاردة أنظم أموري مع اللاعب، وأشوف شخصيته الطبية، وأشوف تاريخه الطبي، وأشوف عائلته الطبية، وأشوف حاجات كتيرة جدا يا إسلام، فايل طبي موجود للاعب غير زمان. بعدك إحنا كان عندنا حاجات كتيرة جدا، لكن دلوقتي الأمور توفرت والدنيا بقت حلوة والإمكانيات كتيرة. فالأندية الإسعاف اللي موجودة في الملعب دي ما تبقاش منظر خالص، يبقى فيها دكتور موجود في نفس الوقت. يعني الاجراءات السريعه، عرفنا ان الصدمات الكهربائيه لازم تبقى موجوده في مثل هذا الامر. لو الاجراءات السريعه يا اسلام، الاجراءات السريعه. وهل دكتور السريع التغذيه في رمضان ده ليه دور كبير جدا؟ طبعا ما بيعملش برنامج طبعاً غذائي للعيبه في رمضان في الايام اللي فيها الماتشات تحديدا يعني؟ طبعا. بص يا عبد الرحمن، انا بخش الاتحاد الكوره اثنين مهمين بالنسبه لي، خلي بالك التخصص اللي هو ياخد بالك الراجل بتاع التاهيل، وفي نفس الوقت دكتور التغذيه. انا ما بحبش لعيب النهارده السن ده من الصغر لازم يتربي صح على التغذيه السليمه عشان يطلع ويبقى عارف امتى ياكل امتى ما ياكلش، امتى يفتح امتى. حاجات كتيره التغذيه دي مهمه جدا طبعا، رقم واحد للاعب. يعني بعد التغذيه بينزل ملعب، ممكن حاجات كتيره جدا بتبني على التغذيه. فدكتور التغذيه مهم جدا، مهم جدا، ولازم اللاعب نفسه يبقى عنده وعي كمان في حاله زي حاله رمضان دي. نظام غذائي مختلف لازم ياكل حاجات فيها باور وفيها حديد وفيها حاجات تعمل كمان طاقه تهيئه كويس ان هو يقدر يصوم الفتره دي ويلعب ماتش. هو الدكتور يحط برنامج تغذيه، الفطار كذا، السحور كذا، تروح تاخد ميه، حاجات بيحطوا له حاجات، ايه اللي ياخده فيتامينات، ايه اللي ايه الحاجات دي كلها مهمه جدا. وانتوا يعني اسلام لعيب نجم وعارف ان الدكتور مهم جدا، فانا من رايي دكتور التغذيه اسلام مهم جدا جدا مع الفريق في اي جهاز. طبعا 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 لانه بيوديك في